بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي اي تي سي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. حلقة جديدة من بوكس تو بوكس مع محمد شبانة. اسمحوا لي أقدم الحلقة النهاردة بشكل استثنائي بسبب سفر الأستاذ محمد شبانة خارج البلاد، وبإذن الله يكون موجود مع حضراتكم بإذن الله بداية من الأسبوع المقبل يوم الأحد. هنكون موجودين مع حضراتكم إن شاء الله لحد يوم الخميس، وطبعا بنعيش على واقع أحداث كتيرة جدا. للأسف إن أقلها أهمية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المباراة اللي بنقعد نستناها من السنة للسنة، وطول الوقت وطول تاريخنا مع الكورة اتعودنا نحسب كل موسم الأهلي والزمالك هيلعبوا بعض إمتى، يوم كذا ويوم في الدور الأول، يوم كذا في الدور الثاني، ويا سلام لو قرعة أفريقيا جابتهم مع بعض يبقى نشوف ماتشين كمان، ولا لو في فاينل أفريقيا زي ما حصل في 2020 يبقى نشوف ماتش كبير، ونقعد نحسب ونستنى، والأهلاوية يتكلموا والزملكاوية يتكلموا، وده يتكلم في التشكيل وده يتكلم في الغيابات وده يتكلم في الأوراق الرابحة ومين اللي هيجيب الجون والنتيجة هتبقى كام، وكل الكلام ده للأسف اتضح انه اخر ما يشغلنا في الايام اللي احنا فيها دي، بسبب طبعا وجود احداث كتير على هامش كاس السوبر المصري في الامارات، اللي المفروض كان يبقى احتفالية بالكرة المصرية وللكرة المصرية للجماهير المصرية في الامارات وفي الخليج ومن كل العالم. انا اعرف ان في ناس جات من اوروبا ومن دول كتير حتى خارج الخليج عشان يحضروا الماتشات في الامارات، والجماهير الاهلي والزمالك وكل جماهير الكرة المصرية في مصر، اللي المفروض المنطقي والطبيعي ان هي تقعد تستمتع وتستنى زي ما الناس في كل حته في العالم بيستمتعوا بكورتهم وبيتعاملوا مع كره القدم على انها مصدر للمتعه ومصدر للاحتفال، وحتى زعل الكوره بيبقى ممتع لان انت بتزعل في يوم وبتفرح في اليوم اللي بعده، هي احاسيس الكوره كلها احاسيس ممتعه، عشان كده اللعبه الشعبيه. لكن واضح ان في حاجات كتير بقت اهم من الكوره. النهارده هنحاول قدر الامكان نتكلم في الكوره على قد ما هنقدر، لكن طبعا اكيد في النقاط او بعض كده الاشارات المهمه المستجدات الاحداث اكيد هنشير ليها، لكن باذن الله معظم كلامنا يكون في الكوره اللي ما حدش بقى بيتكلم فيها خالص للاسف في كل حته. فهنفكركم ان في ماتش بين الاهلي والزمالك ان شاء الله يوم الخميس، نهائي كاس السوبر بعد اسابيع قليله من نهائي كاس سوبر افريقيا، ده طبعا السوبر المصري، مواجهه على صفيح ساخن ان شاء الله نستمتع بيها، والمواجهه والماتش بقى وكل اللي فيه ان شاء الله من فنيات وتالق وكوره واهداف ينسونا كل الحاجات اللي احنا شغلانا دلوقتي وبنتكلم فيها. لكن طبعا مش هيحلى كلام في الكوره وفي كل ما يتعلق بالمباراه كاس السوبر الا بوجود ضيفين عزيزين واتنين كويره من الطراز الرفيع، وان شاء الله نستمتع بالكلام معاهم النهارده. وانا غيرت المراكز بتاعت كل واحد فيهم عشان يجيبوا جوان، يعني انا معايا ظهير ايسر كبير جدا فحطيته النهارده جناح يمين على يمين عشان ياخد ويعدل على الشمال ويشوط على طول ويجيب لي جوان، كابتن طارق السيد نجمنا نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر. طبعا اهلا بيك حبيبي يا دكتور سعيد جدا انا معاك. وعلى فكره انا كان اصل اللعب بتاعي جناح. لو كان في جناح كنت بلعب جناح، بس جناح شمال مش جناح يمين. اديت للكاميرون انت حته ايه عزبته حبيبي يا دكتور منورنا بالكلام. سعيد جدا طبعًا. انا معاك سعيد طبعا بنجمك اللي هسيبك تقدمه. نجمنا طبعا الكبير برضه ظهير ايمن كبير كان في النادي الاهلي، والحقيقه كان عنده كم من المهارات، كان ممكن يمكن كان هو سيء الحظ في بعض اوقات، لكن هو طبعا لعيب كبير. نجمنا كابتن احمد عادل اللي معانا النهارده في الجناح الشمال عشان برضه يدخل على جوه ويشوط في البعيد. حبيبي دكتور سعيد دايما وانا موجود معاك ومع كابتني طبعا كابتن طارق، وزي ما هو بيقول لك يمكن انا فترات كنت بلعب هوف ما بلعبش باك، فالحمد لله يعني متمرس في الحته دي دلوقتي غير زمان. يعني كابتن طارق كان في فتره من الفترات في التسعينيات كده وبدايه الالفينيات كان طريقه الثلاثه خمسه اثنين، وكان في معظم الفرق بتلعب ظهير وقدامه جناح والجناح يبقى على عدلته، يعني الجناح الشمال مثلا يبقى اشول عشان يرفع والجناح اليمين يبقى باليمين عشان يرفع وتحتيه ويعملوا الاوفرلاب مع بعض الظهير والجناح. الكرة بدأت تتغير ودايما المدربين دلوقتي بيعتمدوا على الانفيرتد وينجر اللي هو بالرجل العكسية، علشان هو ما عادش عايز الوينج يرفع في الاربعة تلاتة تلاتة او تلاتة اربعة تلاتة، عايز الوينج ياخد الكرة او الجناح ياخد الكرة لجوه، وزي محمد صلاح كده ما بيعمل وغيره بقى وغيره من نجوم العالم. اكيد طرق اللعب بتختلف وكل فترة بتبقى بتشوف حاجة جديدة في الكرة، يعني حتى الفترة دي في بعض المدربين الكبار رجعوا لطريقة تلاتة ورا، بس مع اختلاف ان بقى في برضه جناحين وبقى
بقت 3 4 3 مثلا او 4 3 3 او 4 2 3 1، كل طرق اللعب اللي موجوده حسب رؤيه المدير الفني وحسب الخامه اللي معاك اللي تقدر تشتغل بيها. انما في الاول في الاخر هي بتبقى زمان فعلا كانت ثابته عندنا، بس يمكن احنا لحقنا شويه مع مدرب اجنبي جه مع منتخب مصر ومع مدرب تاني برضه اعتقد اجنبي جه مع نادي الزمالك، لحقت شويه 4-4-2 او 4-2-3 4-3-3 اللي هو فرودين وتحتيهم واحد وبتلعب بثلاثه في نص، يعني لحقنا طريقه اربعه شويه ولعبتها شويه مع نادي الزمالك ومع منتخب مصر. انما كانت الاساس واللي انا اتربيت عليه واللي احنا طلعنا عليه من واحنا صغيرين من سنه 97 مثلا كانت 3-5-2 الصريحه، اللي هي بيبقى الباك ليفت جناح شمال وبيقدر يكمل في الحته الهجوميه وراك سرد باك بيغطي وراك، فانت ما عندكش مشكله. وفي لعيب ديفندر سته من الاثنين الثمانيتين اللي موجودين اللي هم اصلا واجباتهم الاساسيه اللي هي الهجوم طريقه الشكل الهجومي بتاعهم. انما في الاصل طريقه الجناح بتاع الباك كنا بنلعبها على طول. عشان كده حتى يمكن لما تيجي تقيس او تحسب الحمد لله رب العالمين، يعني ما بحبش اتكلم في النقطه دي كتير، بس يمكن من الباكات الهدافين اللي كانوا موجودين في تاريخ مصر طارق السيد. انا جبت 29 جون مع نادي الزمالك ومش حاسب جوان منتخب مصر، فدي رقم بالنسبه للعيبه دلوقتي طبعًا. رقم كبير أكيد. جدا ما كانش فيهم ضربات جزاء ولا حاجه، ولا ضرب المفتوح ولا ضرب الجزاء، يعني انا ما كنتش بشوط اصلا، مش مصنف من الناس اللي بتشوط ضربات جزاء الا لو في بلنتيات ممكن بتحط من ضمن الاسماء، انما كلهم لعب مفتوح او لعب في الملعب يعني. فالحمد لله يعني طرق اللعب طبعا كتير ولو قعدنا نتكلم فيها الكره بقت ممتعه اكتر يا كابتن عادل دلوقتي ولا زمان على ايامكم؟ يعني انت دلوقتي في مصر او بره مصر تستمتع بالكره اكتر والمهارات دلوقتي او طرق اللعب ممتعه بالنسبه لك اكتر ولا زمان؟ طبعا انت لعبت في الالفينيات وكنت اكيد بتتفرج في التسعينيات كمان على الكوره، بالنسبه لك انهي امتع تقعد كده تتمزج زمان ولا دلوقتي؟ لا انا اقول لك زمان عشان اللعيبه كانت بتطلع كل اللي عندها، طرق اللعب كانت مريحه بالنسبه للعيب. دلوقتي طرق اللعب بتايد اللعيب، حته التمركزات، حته الترحيل، حته تقارب الخطوط، تكتيك بحت سيف. ما انا اقول لك اي مدرب دلوقتي بيلعب 4-3-3 ما بيغيرهاش، ممكن لو عنده كواليتي لعيب بيقدر يلعب، ممكن يعمل مرونه من جوه الملعب. لكن الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها كان انت بتطلع اقصى حاجه عندك والمدرب مديك اريحيه، لان دي اللي بتفرق مع اي حتى اي فريق، ان المدرب لما بيديك اريحيه حتى في اللعب بيقول لك هنلعب مثلا طريقه 3-5-2، فطبيعي اوريدي بالبديهه هتلاقي الباكين طايرين، حته الثلاثه اللي ورا عندهم ملكه ان هم يقفلوا بشكل كويس، الديفندر من اثنين ديفندرات اللي في نص الملعب هو اللي بيقف وواحد بيعمل الزياده العدديه. فكتانا حته المرونه التكتيكيه اللي بيعتمد عليها المدير الفني مديك اريحيه، مديك ان انت بتطلع ال 100% بتاعتك، غير دلوقتي انت مقيد بطريقه لعبه معينه. في مدربين لو شافت فيك حته كويسه ان انت بتدافع كويس هيقول لك لا انا عايز استغلك في الحته الدفاعيه، فبياخد منك بشكل كتير قوي في الحته الهجوميه وما بتقدرش تطلع ال 100% بتاعتك. لكن طرق اللعبه حاليا هي بقت مقيده حتى الامكانيات الفنيه للاعيبه ان انت مش تقدر تطلع ال 100% بتاعتك. مين اكتر مدرب اشتغلت معاه وكان بيدي مساحه حريه للاعيبه يطلعوا اللي عندهم وما كانش بيأيدهم وما كانش فيه اللي هو الالتزام اللي احنا بنشوفه دلوقتي بالشكل ده؟ بص انا هكلمك على الاجانب، انا هكلمك على الاجانب لان الاجانب في مدرب يديك اريحيه بشكل كبير ويسيبك براحتك. يعني انا وانا في الاتحاد كان مع مستر كابرال، مستر كابرال من نوعيه المدربين لو شاك فيك في حاجه يوظفك حتى كابرال بتاع الزمالك. طبعا اشتغل في الاتحاد، اشتغل في الاتحاد، ده من احسن النتائج كابتن طارق اللي عملناها، قعدنا 10 مباريات ما بنخسرش اول ما مسك، كان حتى شكل الكوره حلو انا فاكر. انا الفتره لا الفتره دي اتعادلنا 5 مباريات وكسبنا 5 مباريات، حتى كنا في اول 4-5 تعرف ضغط بقى جماهير نادي الاتحاد كنا بننافس من الاول 5-6 مباريات خساره. بعد كده جه مستر كابرال كسبنا، قدر بقى ان هو يوظف كل اللعيبه ويديك اريحيه وما يضغطكش من على الخط بره، لان في مدربين بعكس مانويل جوزيه، مانويل جوزيه من نوعيه المدربين انت هتلعب مثلا ديفندر ما تطلعش من المربع ده. حته يعني انا مثلا اقول لك مره دخلت نص الملعب
فلقيته بين الشوطين بيكلمني بيقول لي انت ما تخشش هنا، ده مكان شوقي. يعني مكان شوقي وكل حد ليه دوره وليه وظيفته داخل الملعب، عشان كده كان في عمليه نظاميه. فهي بتختلف حته المدربين الاجانب من مدرب للتاني. بعد اذنك اخبار الكره الصغيره ايه مع كبرال؟ لا لا كده انت جبته. كان بيمرن كور صغير، كان لازم بنسخن الكنترول والتحكم. لا لا كنا بنسخن بكور التنس. يعني كل واحد مع كره التنس فعلا. عشان تقدر تعمل كنترول، فلما تيجي تمسك الكره الكبيره تعمل كنترول. طبعا خلي بالك ده دلوقتي في الكوره الحديثه بيتعمل، يعني كابرال كان بيعمل ده زمان، ودلوقتي في مدربين كتير في الكوره الحديثه دلوقتي بيعملوه. بس كابرال من المدربين اللي هم قعدوا معانا وحصل معانا على السبع بطولات. طبعا فترة حصل بطولات كتير جدا معانا، فهو كان يعني معانا احنا ما كانش جاب تنس، كان جاب كور صغيره. اللي هي انت ايه زي كور الهاندبول كده، مقاس اتنين، مقاس اتنين زي الاقل من الهاندبول، زي كورة الاقل من الهاندبول. وامسك الكوره بقى اقعد انت ايه بتعمل بيها كل المهارات الفرديه اللي بيعلي بيها. خد بالك انت سالت سؤال مهم جدا لاحمد، السؤال ده عشان نكمل على الحته بتاعت كابرال. كواليتي اللعيب مختلف دلوقتي عن زمان. الكواليتي بتاع زمان لعيبه كوره بجد، عندهم الوعي التكتيكي، ما عندهمش مشكله تكتيكيا، انما عندهم كمان امكانيات مهاريه عاليه جدا تقدر تاخد منه الكره اللي انت عايزها. ففي اختلاف كبير جدا في الكواليتي. يعني حط دلوقتي اسماء اللي موجوده، مع كل التقدير والاحترام الناس اللي موجوده، مع جيل مثلا الكابتن حسن شحاته 2006 2008 و2010، كل الخطوط مهارات، هتلاقي واحد ولا اتنين اللي ممكن يبقى قاعد على الدكه. مش اساسي. لا يبقى قاعد على الدكه، مع كل الاحترام والتقدير للجيل دلوقتي. الجيل بتاعنا مثلا اللي هو خدنا عدد بطولات كتير جدا في الزمالك، لما تيجي تبص للاسماء اللي موجوده دلوقتي هتلاقي برضو واحد او اتنين اللي هو برضو يبقى موجود بشكل او باخر، لان الكواليتي كان عالي جدا. جدا كل حريف. يعني انا من اول تحت، من وائل الاباني وعماد النحاس مثلا في اهلي والزمالك، وطارق السيد وطارق السعيد، وكان سيد معوض وجلبرتو، ويعني لا محمد عبد الوهاب الله يرحمه. محمد عبد الوهاب طبعا الله يرحمه، ده كان حاجه. حتى كل فرقه كابتن كان فيها 3-4، يعني ما كانش فيها واحد وتقدر تعتمد عليه. بدأ من قلب الدفاع، يعني المدافعين حتى كورتهم حلوه. ده ولا بالي كان بيرقص نفسه. بالي كان بيعمل حاجات تترعب. لا لا كان مستفز. لا يعني كان مستفز وانت اخر واحد. سبعات اخر واحد في الملعب. اخر واحد في الملعب وتعمل كده، دي ثقه، ثقه كبيره جدا. عماد النحاس كان عنده التمريرات الطوليه، وكان عنده البساط، كان حريف برضه، مهارات كان فيه، وكان حريف، وكان حريف. لا وبيجيب جوان. يعني كابتن عماد النحاس كان من نوعيه المدافعين اللي بتطلع بتجيب اداء، بتلعب بدماغه كويس. هو عنده حاجات عشان كده بقول لك الراجل كان مدي كل واحد اريحيه. مستر مانويل انا عارف مين اللي في الضربات الثابته، مين بيمسك، مين اللي بيطلع يقدر يطلع، مين اللي بنقدر نعتمد عليه في على الاطراف، مين اللي بنعتمد عليه في نص الملعب. فهنا كان كواليتي اللعيبه زمان عفوا، كواليتي اللعيبه زمان كنت تاخد منه ال 100%، لان هو كان دايما مركز في الكوره، دايما مركز في الكوره، عايز ابذل اقصى مجهود عندي. انا كباك هعمل كام كروس في الشوط الاولاني، هعمل كام كروس في الشوط الثاني. بيبقى مسؤوليه، انت دايما بتحاسب نفسك، يعني انت كلاعب دايما بتحاسب نفسك في الملعب، مستواك عامل ازاي. قبل ما حد المدرب يحاسبني انا بحاسب نفسي كويس. صح. فدي كواليتي اللعيبه الموجوده. يعني نفس السؤال، المدربين يا كابتن طارق اللي اشتغلت معاه وحسيت ان هو بيدي الحريه تماما، غير كابرال بقى خلاص احنا عرفنا كابرال، ومين المدرب اللي كان ملتزم قوي تكتيكيا ما فيش تهريج؟ بص هو كل المدربين اللي اشتغلوا معانا كانوا بيسيبونا بحريتنا لسبب، لان عندك امكانيات مهريه عاليه جدا. يعني ما ينفعش مثلا تقول لحازم امام التزم بكذا، جمال حمزه التزم بكذا، لا انت كنت اوريدي عندك تيم متكامل، اوريدي اللعيبه دي عندها الثقافه التكتيكيه، زائد كمان ان هم حافظين اماكنهم قوي. ما عندكش مشكله. المشكله كانت بتبقى في حاجه واحده بس، ايه هو؟ ان انت مثلا يبقى عندك اصابات كتير فتبتدي تغير، ودي ما كانتش بتحصل، على الرغم ان كمان كان البدائل اقوياء جدا جدا. يعني في سنه من السنين انا فاكر من كتر اللعيبه الشول اللي عندك في تيم نادي الزمالك، لعبت في ماتش بسبعه شول في الملعب، سبعه شول. وعندهم طارق السيد وطارق السيد وطارق السيد ومحمد ابو العيلة، محمد عبد الواحد، خالد الغندور، احمد عبد الله، كوليبالي. والله ده رقم قياسي، تشكيله واحده. يعني بوظفهم بقى في الملعب. تخيلوا ممكن يكون فيهم مثلا لعيبه ما لعبتش في المكان ده قبل كده بس يلعب. يعني حط مثلا طارق السعيد سته كان بيلعب، مع انه اصلا هو طريقه لعبه هجوميه اكتر منها. حط كوليبالي 10، حطه هاف رايت، خالد الغندور حطه هاف رايت، حطه باك ليفت. عارف انت دلوقتي مثلا لما بنيجي نعلق على المدربين الموجودين بنقول ايه؟ يا جماعه خلي كل لعيب يلعب في مكانه، يا دوب هيأدي.
تخيل خالد غندور كان ممكن يلعب باك ليفت اللي هو اصلا الحته الدفاعيه عنده مش قويه ومع ذلك بيأديها بشكل كويس جدا وما عندكش مشكله كان ما عندكش غيابات. الوحيد المدرب الوحيد اللي كان عنده الثقافه التكتيكيه وبدا يحفظنا عشان غيرنا طريقه اللعب هو ماركو تاردلي مع المنتخب. تاردلي ده الوحيد اللي كان ليه؟ لان احنا كنا ساعتها بنلعب اربعه ثلاثه وبدا يغير طريقه اللعب لاربعه. طب تاردلي بقى انت جيت لي في حته عشان تاردلي ده عليه جدل كبير جدا. يعني في لعيبه لعبت معاها قالت لك مدرب عظيم وما كانش محظوظ وكان سيء الحظ ولو كان كمل معانا كنا وصلنا لمرحله كبيره وكان محتاج وقت، وفي لعيبه لعبت معاها قالت لك ما عندوش فكره. هو بقى كان ايه؟ لا المدرب كويس جدا. اقول لك على حاجه، التردلي ما كانش بيخليني ابدا. يعني لعبت معاه تصفيات كاس عالم كامله 12 ماتش من 12 ماتش كاملين تبديله. كابتن حسن جه بس قبل اخر ماتشين اللي هو مسك كوت ديفوار والكاميرون ولعبت برضو الماتشين. يعني انا لعب كل الماتشات في التصفيات دي بالظبط، وماركو تاردلي كان بيديني وابقى متضايق جدا انا كويس يا احمد. يعني مثلا انزل بنين في بنين مغلوبين 2-0 اغير النتيجه نطلع 3-3، السودان اصنع جون واجيب جون عارف هناك ونكسب 3-1، كل ماتش ابقى كويس جدا وتاني ماتش الاقيه مقعدني. طب يا عمي طب اديني فرصتي من الاول، يعني ايه ابقى انا حاسس ان انا مظلوم. ففي مره قعد معايا وقال لي، يعني ده بقى اللي هو ايه، مع انه على فكره هو صعب جدا في المعامله وراجل على فكره ماركو تاردلي ده اسم طبعا طبعا كبير، كان لعيب كوره عالمي في ايطاليا 82 وكان حاجه عظيمه مع عالمي جدا في الدوري الايطالي وفي الكره الايطاليه. قال لي يا ابني انت ورقه رابحه بالنسبه لي المترجم، لان هو ما بيتكلمش غير طلياني واحنا طبعا على العربي العربي بتاعنا مكسر. فايه فكانت مشكلته معانا هي اللغه، ان هو برضو خد بالك لازم يبقى معاك المترجم طول الوقت طول الوقت، فدي برضو كانت بتبقى صعبه. على الرغم ان الراجل ده حفظنا طريقه 4-4-2 وتاسسنا فيها كويس، بس هو ما وظفنيش برضو في حته الباك في الاربعه، وظفني هاف وكنت بأديها بشكل كويس جدا معاه. الاثنين المدربين الوحيدين اللي وظفوني هاف سواء في اربعه او في ثلاثه الله يرحمه الكابتن جوهري العظيم في الشغل وماركو تاردلي، الاثنين دول هم اللي وظفوني في الحته دي والحمد لله عملتها كويس جدا. لو كنت كملت فيها كان ممكن تبقى ارقام التهديفيه اعلى من كده بكتير. كنت انت بتستريح في الحته دي، انت جداً. بتحب تهاجم، هي طريقه لعبي او اسلوب لعبي الهجومي اكتر. ايدني بقى بحته الباك ليفت الدفاعيه اللي في اربعه تغطيه عكسيه وتدخل جوه، اعرف اغطي واعرف اعمل كل الواجبات، بس انت بتاخد منك كتير، انت بتاخد من الحته طبعا. الهجوميه اللي انت اوريدي مميز فيها واللي انت بتعرف، انت اوريدي طول ما انت جنب الجون بتعرف تجيب جون. فانت طول ما بتبعد وانت اوريدي مهاري، يعني نوعيه اللعيب المهاري احمد مثلا كان راجل مهاري وبيعرف يعدي وبيعرف يعدي واحد على واحد ويروح وبسرعته، فالامور دي بتاخد منك كتير جدا وبتاثر عليك كتير جدا. زائد بقى ان انت ممكن تلعب على مثلا جناح طويل قوي ولازم كور عاليه ولازم تخبط ولازم الحاجات دي برضو بتعملها، بس انت ايه يعني بتاخد من شغلك وبتاخد من تفكيرك وبتاخد من وقتك كتير جدا جدا. انت كنت لعبت على جيريمي في جيريمي جيتاف في الكاميرون في بطوله تونس في بطوله تونس 2004 وفي تصفيات كاس العالم، وجيرمي لعيب قوي جدا يعني وسريع وعضلات وحاجه قوي. ايه ده بيلعب في ريال مدريد وتشيلسي. لا لعيب كبير. لا بس انت بس الحمد لله على فكره في بطوله تونس والله عملنا عليه ماتش انا وطارق السعيد كنا هاف وباك احمد طبعا، عملنا ماتش عالمي من افضل الماتشات اللي اشوفها في تاريخي ماتش الكاميرون في تونس في بطوله كاس افريقيه، وحطيت واحده في العارضه وكنت كسبونا هم 1-0 اعتقد، لا اتعادلنا 0-0 وخرجنا من البطوله بهدف اتعادلنا جزائي.